تنضم إلينا من القاهرة محللة أول أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. إذن الترقب واضح في الأسواق لبيانات التضخم في الولايات المتحدة ومؤشر الدولار يتحرك نحو الارتفاع. إذن ما هي التوقعات لهذه البيانات وتحديدا كيف ستؤثر على أداء الدولار؟ صباح الخير. منذ بداية التداولات الأسبوعية والدولار الأمريكي عاد للارتفاع من جديد، ولكن طبعا جاء محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي بالأمس ليؤكد على أو ليدعم استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي، مع تأكيد أغلب الأعضاء على أهمية وضرورة الاستمرار في رفع الفائدة بقوة، حتى وجدنا أن أو هم أشاروا أن حتى وقتنا هذا لا يزال الفيدرالي الأمريكي يفشل في السيطرة على معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ ثمانينات القرن الماضي. والآن نحن ننتظر بيانات التضخم مساء اليوم، وأغلب التوقعات أيضا تدعم بالرغم من توقعات تباطؤ وتيرة نمو التضخم من 8.5% ل 8.1% ضمن التوقعات، ولكن يعني حتى لو جاء كالمتوقع أو جاء أقل حتى من المتوقع، إلا أن يجب الوضع بعين الاعتبار أن بيانات التضخم حتى وقتنا هذا لا تزال مرتفعة وبعيدة جدا عن المستويات المحددة من قبل البنك بقرب من 2%، وهو الأمر الذي دعم يعني توقعات استمرار رفع الفائدة الأمريكية بوتيرة قوية على الأقل حتى نهاية العام الحالي، وأيضا هناك توقعات بأن يستمر هذا الأمر حتى الربع الأول من العام المقبل، وهو ما دعم استمرار أو عودة ارتفاع الدولار الأمريكي بقوة. الآن مؤشر الدولار يستقر بالقرب من مستويات 113، وهناك توقعات أن يعود مجددا لمستويات 115 بعد بيانات التضخم التي من المقرر صدورها اليوم. نعم، إذا يعني حتى في المنطقة الأوروبية حالة من الترقب لهذه البيانات. إذا ما تحدثنا عن القرار المتوقع من المركز الأوروبي اجتماعه قبل اجتماع الفيدرالي تقريبا بأسبوع، هل هنالك أي أنباء حول أسعار الفائدة المتوقعة من المركز الأوروبي وكيف تؤثر على اليورو في ظل الارتفاعات الحاصلة في مؤشر الدولار؟ بالرغم من التوقعات التي تدعم يعني رفع البنك المركزي الاوروبي الفائده ب 75 نقطه اساس، وتلك معدلات الفائده تعتبر وتيره قويه جدا بالنسبه للبنك المركزي الاوروبي وبالنسبه للضغوطات التي يعاني منها الاقتصاد الاوروبي، سواء نقص امدادات الطاقه او انكماش اغلب القطاعات في المنطقه. ولكن يعني علينا برضو ايضا الوضع بعين الاعتبار ان البنك المركزي الاوروبي قد لا يجد مفر امام يعني رفع الفائده مع استقرار معدلات التضخم عند اعلى مستويات منذ نشاه المنطقه. ايضا اغلب البيانات واغلب البيانات التضخم في اغلب الدول يعني تعاني من ارتفاعات قويه، وبالتالي يعني التوقعات الان تدعم رفع المركز الاوروبي الفائده ب 75 نقطه اساس. ولكن علينا الوضع بعين الاعتبار ان التباين الواضح ما بين عوائد السندات الاوروبيه وعوائد السندات الامريكيه والتباين الواضح في السياسات النقديه من قبل الفيدرالي الامريكي الذي يسرع وتيره التجديد النقدي والمركز الأوروبي الذي بدأ يعني تشديد السياسة النقدية في وقت متأخر يدعم استمرار ارتفاع طبعا الدولار، حتى وجدنا أنه بالرغم من توقعات رفع الفائدة الأوروبية إلا أن اليورو لا يزال مستقرا دون مستويات 97 سنت. ولو جاءت بيانات التضخم اليوم داعمة لاستمرار رفع الفائدة الأمريكية، فقد لا يجد اليورو مفرا أمام الضغوطات البيعية التي قد تواجهه الفترة المقبلة. نعم أماني، تحدثت عن الفوارق في عوائد السندات الأمريكية وأيضا الأوروبية، يعني حتى بنك انجلترا ذهب نحو شراء السندات، كيف سيؤثر ذلك على الجنيه الاسترليني؟ ولاحظنا يعني خلال الفتره الاخيره ارتفاعات طفيفه لكنه يبقى دون ادنى المستويات مقابل الدولار. بالرغم من محاولة بنك انجلترا في التدخل مباشرة ومحاولة السيطرة على تراجعات الجنيه الاسترليني الذي وصل لمستويات 1.03، ولكنه يعني قدم بعض الدعم خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بنك انجلترا فيما يتعلق بشراء السندات. ولكن أيضا يعني الوضع العام وانكماش أغلب القطاعات في بريطانيا واستمرار الضغوطات على الاقتصاد البريطاني ونقص الإمدادات طبعا من قبل روسيا مع استمرار الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات هذا على الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد البريطاني يستمر في الضغط على الجنيه الاسترليني. فبالرغم من محاولات تدخلات البنك إنجلترا بأكثر من مرة، ولكن وجدنا أنه حتى وقتنا هذا الجنيه الاسترليني يفشل في الاستقرار على مستويات 1.11
مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يعني لو بدأ أو وصل الفدرالي الأمريكي تسريع وتيرة التشديد النقدي واستمرار ارتفاع الدولار الأمريكي، فقد يمنع يعني الجنيه الاسترليني من تقديم بعض الدعم، وقد يواصل الجنيه الاسترليني تراجعه في الفترة المقبلة، خاصة أن معدلات التضخم لا تزال مستقرة طبعا عند مستويات مرتفعة، وفي نفس الوقت يعني يفشل بنك إنجلترا في السيطرة على تلك المعدلات. نعم، يعني أماني أيضا تحركات واضحة بأداء الين الياباني مقابل الدولار، حالة من التراجعات وتسجيل مستويات قياسية جديدة، نتحدث عن مستويات جديدة من التراجع، ما هي الأسباب وما هي الخيارات المتاحة أمام المركز الياباني في ظل هذه الارتفاعات الحاصلة في أسعار الدولار مقابل الين؟ بالرغم من أن بنك اليابان أعلن عن تدخله مباشرة في سوق العملات للمرة الأولى منذ عام 1998 خلال سبتمبر الماضي، إلا أن وجدنا أن الين الياباني يواصل تراجعه ويواصل انهياره، حتى وجدناه أنه يستقر بالقرب من أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1998، ويسجل مستويات قياسية جديدة. نحن الآن نتحدث عن أن الدولار ين أو الين الياباني يستقر عند مستويات 146 ويعني يتجه نحو المستويات 147 ين لكل دولار. هذا الأمر يدعم أو يعني يأتي في الوقت الذي يحاول على الرغم من محاولات بنك اليابان التدخل وفي سوق العملات ومنع استمرار تراجع الين الياباني، ولكن حتى وقتنا هذا يفشل البنك في السيطرة على هذا الأمر، لأن أصلا السياسة النقدية الحالية لبنك اليابان لا تزال تدعم استمرار انهيار الين الياباني. الآن اليابان نتحدث عن الفائدة السلبية وفوارق السندات أو عوائد السندات يعني مستقرة عند أدنى مستوياتها مقارنة مع عوائد السندات الأمريكية، وبالتالي كل تلك العوامل لا تزال تدعم استمرار ارتفاع طبعا الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. وهناك توقعات أن يواصل على الرغم من أن هناك احتمالات أن يقوم بنك اليابان بالتدخل مرة ثانية، ولكن حتى لو منع استمرار انهيار اليابان على المدى البعيد والمدى المتوسط لا يزال الين الياباني يعاني من ضغوطات بيعية قوية. نعم، محللة أول أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.